طيب حاجة تانية ضروري معلش عايزة أكلمك فيها، ملهاش علاقة بالشعر خالص. حضرتك بتدعي على جوزك ليه؟ ليه بتدعي على جوزك؟ وإيه الموضوع الجديد ده، الموضة بتاع دعوة الزوجة مستجابة ده، إيه ده؟ بتدعو لدين جديد ولا إيه؟ مش فاهمة. يعني إحنا كلنا نسمع عن دعوة الصايم، دعوة الأم، دعوة المسافر، إنما دعوة الزوجة دي في الهباء المنثور كده، إيه دعوة الزوجة؟ ما فهمتش. بتخوفيه يعني؟ يعني هو لو ما عملش حاجة أنت تدعي عليه فتثبت؟ بتبثي وتبثي الرعب في قلبه وفي صدره؟ ولا يمكن ترعبي الراجل وإحنا عايشين على وش الأرض وظهر الخليقة؟ لا مش هيخاف وإحنا معاه. اسمع، اوعى تخاف، احنا جنبك، سيبها تدعي من هنا لبعد العشاء، طالما انت ما عملتش حاجة معاها مش هيحصل حاجة. واذا قالت لك منك لله قول لها كلنا مننا لله، واذا قالت لك روح يا شيخ قول لها رايح وراجع بسرعة. خلي ردك دايما حاضر وذهنك صافي ومخك شغال وعيونك مفتحة، اي دعوة كده ولا كده لا تتأثر، طالما الشرط بقى انت راضي ربك وراضيها ومهننها وساعدها والدنيا تمام مش عامل حاجه غلط، تخافش من الدعوات. تخاف ليه؟ ربك موجود. هو اي حد يدعي على حد تستجاب؟ لا طبعا. حد غلبان في حاله فحد يدعي؟ لا، ما كانت الدنيا لا ما بتمشيش كده. لا، الله هو الاعلم وربنا هو الاعلم يستجيب ايه، مش موضوعنا خالص. دي قصه وموضة قالك دعوة الزوجة في اللاشئ كده، ما يعني هي تروح تدعي أي حاجة بتستجاب على جوزها؟ لا يا ست الكل، لا. ليه؟ بركة البيت تدعي عليه ليه؟ عمل لك ايه؟ النبي قولي لي عمل لك ايه؟ بركة في البيت، بركة. لو مشي من البيت هتحل اللعنة في البيت، خلي البركة موجودة واللعنة بعيدة عنك.